السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال البطاطس اللي كتجي لذيذة جدا، واحد الطريقة سهلة اللي كتخليها ما كتاخدش لينا الوقت بزاف في الطياب، وكتجي بنينة يمكن لينا نقدموها كطبق مرافق كيف ما يمكن لينا كذلك نتناولوها كطبق رئيسي. نتمنى أن هذه الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا نبداو على بركه الله، في مقلاه ولا في طنجره كنديروا شويه ديال الزيت ديال الزيتون او زيت النباتيه اللي كتفضلوا، كنوضعوا واحد جوج حبات كبار ديال المطيشه والطماطم اللي يكونوا محكوكين في الحكاكه ديال الخضر جهه اللي تكون رقيقه، كنقسموهم على جوج وكنحكوهم بلا ما نحيدوا لهم الزريعه، ماشي مشكل. كنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الطماطم المصبره او المطيشه ديال الحك. كنبدا من بعد نزيد في التوابل اللي كنستعملو دائما في المطبخ، فغادي نزيد شويه ديال السكينجبير او الزنجبيل، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وكذلك شويه ديال التحميره او البابريكا. غادي نزيد شويه ديال الكمون، ما غاديش نكثر غير رشه خفيفه، وايضا واحد الملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي او الكركم. الملح كيبقى دائما على حسب الذوق. وايضا غادي نضيف الثوم بودره، اذا ما توفرتش استعملوا الثوم طريه حتى هي كتجي لذيذه بزاف. اخر حاجه غادي نضيفها هي ملعقه كبيره ديال الخل الابيض او ديال العصير ديال الحامض، اذا ما كتبغوش الحموضه يمكن لكم تستغناو عليها. انا عندي الطماطم شويه حلوه فغادي نحاول انني نحمضها شويه بالخل الابيض. كنحرك كل شيء مزيان، كنحرك هذه الصلصه وكنخليها على النار لمده ديال تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى كتبدا كتعقد. بعد ما كتولي لي الصلصه ديال الطماطم على هذا الشكل هذا، كناخذ البطاطس او البطاطا اللي بطبيعه الحال كنكون قشرتها ونقيتها، وكنقطعها دوائر بهذا السمك هذا، ما كتكونش غليظه في نفس الوقت ما نخليوهاش تكون رقيقه بزاف. كنوزعها بحال هكا فوق من ديك الصلصه. كنحاول انني نقلبها باش تشرب لي الصلصه من الجهه الاخرى. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تلبسات لي البطاطا كاع بديك الصلصه، كنزيد عليها واحد جوج كيسان ديال الماء تقريبا، استعملت ديك الزلافه اللي كانت عندي فيها الطماطم، كنحاول انني نفرغها هكا في الجناب ديال المقله او الطنجره. وغادي نزيد تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال المعدنوس يكون مقطع. غادي نسد على البطاطا ديالي على نار هادئه، كنخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه على حسب النوعيه ديال البطاطا، حتى كيبدا يدخلها الطياب، ما كنخليوهاش حتى كطيب تماما، كيبدا يدخلها الطياب وكتشرب لي داك السائل اللي درت فيها، ونرجعوا نكملوا. هنا كيف ما كتشوفوا حيت البطاطا ديالي من فوق النار، كيف ما كتلاحظوا بدا كيدخلها الطياب، يعني فاش كنخشيو فيها الموس كيدخل فيها، في نفس الوقت كتكون مازال عاد محتاجه انها تزيد طيب. كناخذوا اناء اللي غادي يدخل الفران وكنبداو نستفوا البطاطا ديالنا على هذا الشكل هذا. كنحاولوا ناخذوا كاع ديك الصلصه ديال الطماطم اللي كتكون في المقلاه او في الطنجره. كناخذ من بعد واحد نص كاس ديال الماء وكنوضعوا في الجناب دائما ديال الطبق، وكنغطيها البطاطا ديالي وكندخلها الفران يكون مسخن من قبل، ما كتاخذش وقت طويل في الطياب، فهي تقريبا طايبه نص الطياب. من بعد ما كطيب كنحيد عليها الورق ديال الالومنيوم وكندهنها بشي ديال الزبده وكنخليها تحمر، كتولي لي على هذا الشكل من بعد ما كتوجد، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وصفه اللي بسيطه في نفس الوقت رائعه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها، اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساش كيف ما العاده ديروا جيم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساش كذلك تعليقكم الرائع اللي دائما كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف للمتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.